السلام عليكم ورحمة الله، معكم ست مريم من قناة أبسط طرق للتعلم. موضوعنا لهذا اليوم مزمار مازن قراءة الصف الأول ابتدائي. مزمار، هنا احنا أخذنا بدروس سابقة حركة الفتحة. هنا عدي الحروف، مثل الحرف هنا الفتحة تصير فوق الحرف ولفظها A، هنا صارت عندي مي، هنا شكل عندي مقطع مي، إنه حرف الد A د A د م A م د م ر. هنا الفتحة فوق الحرف ولفظها A A. اليوم راح ناخذ الكسرة. حركة الكسرة تصير جوا الحرف، هسه هاي م وكسرة مي، هنا هذه الكسرة تصير جوا الحرف ولفظها اي اي م اي مي د وكسره دي ر اي ز اي نانه مي دي ري زي. هذا هي الكسره تصير جوا الحرف، الفتحه فوق الحرف ولفظها اي، الكسره جوا الحرف ولفظها اي مي دي ري زي. هذه مقاطع، هذه كلها مقاطع. اعيد قراءة المقاطع. م د ر مي دي ري زي، الكسره جوا الحرف ولفظها اي اي. نقرا الدرس. هنا مزمار مزمار، هذا عندنا المزمار مثل الآلة الموسيقية. مزمار مازن مازن مزمار مازن. هسه نكتب مزمار مي مي، هذا مي م اي مي مي ز ما مقطع ما مزمار مزمار مزمار. مازن مان مقطع ما زي 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 مازي ان مازن مزمار مازن. نتهجئ كلمة مازن، هنا عندنا ام اي مي، هذا نقرأ مقطع، هذا باللون الأحمر الحرف ويا الكسرة نقطع مقطع، نقرأ مقطع العفو اللي هو مي. ميز ميز ما ميز ما ار ميز مار ميز مار. هنا مازن تبدي بالمقطع ما، ما زي المقطع الثاني اللي باللون الأحمر اللي هو زي ز اي زي. ما زي ان مازن مازن مزمار مازن مزمار مازن مزمار مازن قديم مزمار مازن قديم. قديم قريناها بدروس سابقة، متكون المقطع ق ق وفتحة ق ق دي الد ويا حرف المد اي دي نا مقطع ق دي قدي ام قديم. مزمار مازن قديم مزمار مازن قديم. قر كلمة قرد تبدأ بالمقطع قي ق اي قي، هذا باللون الأحمر مقطع قي قي ار قير د قرد قرد. ما زن ما زن. ي هنا المقطع ي اي وفتحة اي اي ي ي. يدو يدو ار يدور يدو، هنا المقطع دو وهنا حرف ار يدو ار يدو ار يدور يدور. قرد مازن يدور قرد مازن يدور. هنا عندنا هذه الصورة قرد مازن يدور قرد مازن يدور. نكتب كلمة قرد قي 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 ار د قرد
قرد. قرد مازن يدور. يا هنا المقطع يا. يا ويداد. ويداد هنا او اي وي كسر هنا او اي وي. دا ويدا دي ويداد ويداد. يا ويداد يا ويداد. يا ويداد يا ويداد هذه الابنية ويداد. يا ويداد يا ويداد. قردي يدور. قردي يدور. قي ار قير دي قردي هنا المقطع دي. قردي يدور. مزماري قديم. مزماري قديم. مي از مز ما مزماري مزماري مزماري. ق دي قدي ام قديم. قد وقديم قريناها بدروس سابقة. ق دي ام مزماري قديم. هسا قلنا حركة الكسرة تصير جوا الحرف ولفظها اي تلفظ ويا الحرف دفعة واحدة كمقطع. مي ناعدنا مي نانا زي قي وي تلفظ مقاطع. هسا نقرأ الدرس مرة ثانية. مزمار مازن. مزمار مازن. مزمار مازن قديم. مزمار مازن قديم. قرد مازن يدور. قرد مازن يدور. يا وداد يا وداد. قردي يدور. مزماري قديم. مزماري قديم. قبل لا أنهي الدرس أحب أذكر شغلة. إنه هو يسألوني عن الدروس يردوهن بالتسلسل. أكو بداية القناة بداية صفحة القناة أكو قوائم تشغيل. هذه القوائم كل صف وكل مادة لها قائمة تلقوهن بقوائم التشغيل أو وتلقون قوائم التشغيل جوا الفيديوهات. صف الأول وصف الثاني وصف الثالث وصف الرابع. كل صف وكل مادة لها قائمة. وانتهى درسنا لهذا اليوم ومع السلامة.